إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا ويبارك لنا في أرزاقنا وأن يصلح لنا أحوالنا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل له. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، أو شتتها فرق عليه شمله، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي ينبغي أن يركز عليها الإنسان في حياته، لأنه فرق شاسع بين أن يكون هم الإنسان الآخرة وبين أن يكون همه الدنيا. وليس معنى أن يكون هم الإنسان في الآخرة فقط أن يترك الدنيا وينتهي الأمر، لا، يعني في توازن في حياة المسلم، في توازن في حياة المسلم. ولذلك شوف حتى من الأدعية الجميلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل من كل شر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يصلح الله سبحانه وتعالى للحياة الدنيا التي يعيش فيها، وفي نفس الوقت لا ينسى لا ينسى الآخر. طبعا في القرآن الكريم دعاء يحفظه معظمنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمة، معناه أن الإنسان يعني لا يفكر في الدنيا وفقط، أو تشغله صوارف الحياة ومشاغل الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الجنة التي عرضها السماوات والأرض وعن اليوم الآخر الذي سيقف في بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويتذكر دائما أنه موقوف بين يدي الله عز وجل. وحينما يكون هم الإنسان الآخرة فتكون النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه. يعني الإنسان مهما أوتي من أمور الحياة بس هو يشعر بالغنى ويشعر بالقناعة ويشعر بالرضا عما أعطاه الله سبحانه وتعالى. يعني دائما يعني أنا أنصح المسلم بأن يتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام: فخذ ما آتيتك وكن من من الشاكرين. يعني خذ ما أعطاك الله سبحانه وتعالى واشكر الله سبحانه وتعالى على على ما آتاك. هذا الرضا وهذه القناعة لن يشعر بها الإنسان إلا إذا كان همه فيما عند الله سبحانه وتعالى أو همه الآخرة. لأنه لو كان همه الدنيا فقط، والله مهما أوتي من أموال ومهما أوتي من عقارات ومهما أوتي من أعمال، ومع ذلك لن يقنع، أن هذه طبيعة الإنسان. وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون لهم ثالث، ولن يملأ عين ابن آدم إلا إلا التراب. يعني دي يعني فطرة أو غريزة في الإنسان، أن الإنسان عنده موضوع الشره وعنده موضوع الطمع،
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. وسبحان الله الله عز وجل زين له المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام إلى آخر الآية. وفي سورة الفجر يقول الله سبحانه وتعالى تحبون المال حبا إيه؟ حبا جما. لكن الإنسان لما تكون همه الآخرة فيكون عنده الرضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يعني لا ينسى كما قلنا يعني كما سنبين لاحقا، لا ينسى ليه؟ لا ينسى دنياه، يعني هو بيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح له الآخرة وفي نفس الوقت أن يصلح له إيه؟ إلى له دنياه. ونحن حينما ننظر في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما يتوقع الإنسان ويتخيل أنهم كانوا معظمهم فقراء أو لا علاقة لهم بالحياة الدنيا، لا بالعكس، ده كانوا تجار وكانوا من الأثرياء وكانوا من الأغنياء وكانوا يعني من أصحاب الأموال الكثيرة، مش مال قليل، يعني واحد زي سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، أنتم تعلمون يعني كان أبو بكر تاجرا، تعرف التاجر ده يعني دائما موجود في يتاجر ويتابع أمواله ويتابع تجارته، ولكن لما يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم للمال يأتي بكل مال، سيدنا عمر بن الخطاب يأتي بنصف مال، سيدنا عثمان بن عفان معروف أنه كان من كبار التجار وكان من الأثرياء، وسيدنا عبد الرحمن، ودول كلهم مبشرين بالجنة. يعني معنى ذلك ما تركوا ليه؟ ما تركوا الدنيا، وإنما كان همهم الأساسي هو ما عند الله سبحانه وتعالى. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. يعني جمع عليه شمله، يعني الله سبحانه وتعالى قلل من همومه وقلل من أحزانه، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يشرح صدره ويطمئن قلبه، لأنه جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى وجمع قلبه على الإيه؟ على الآخرة، وجعل غناه في قلبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس. ليس الغنى، ده برضو حديث مهم، ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني ليس الغنى عن كثرة الأمور التي عندك من أمور الحياة، أموال وعقارات ومزارع وإلى آخر هذه الأمور وبيوت، لا، لأنه ممكن يكون الإنسان عنده كل هذه الأشياء ومع ذلك يشعر بالفقر ويخاف من المستقبل. تقول له مثلا عنده أشياء كثيرة لا ربما حتى لا يستطيع أن يحصرها، ومع ذلك يخاف من الفقر ويخاف من المستقبل، وعنده دائما هذا الشعور، شعور الخوف، وهذا هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين إيه؟ بين عينيه. يعني دائما يشعر بالفقر، عنده المال، عنده العمل، عنده السيارة، عنده البيت، عنده كذا، عنده كذا، عنده كذا، ومع ذلك دائما يشعر بالفقر ويلهث وراء الدنيا وينسى الآخرة وينسى طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل فقره بين إيه؟ بين عينيه، مهما كانت ممتلكاته ومهما كانت مقوماته في الحياة، ومع ذلك يشعر بالفقر ويخاف من الفقر ويخاف من المستقبل ويخاف من قلة المال ويخاف من ضياعه إلى آخره. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، يعني كثرت مشكلاته وكثرت متاعبه في الإيه؟ في الحياة، ولم يؤت من الدنيا إلا إيه؟ إلا ما كتب له، يعني برضه هتعمل اللي تعمله ومع ذلك لن يأتيك إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى إيه؟ لك. فإذا كما قلنا فرق شاسع بين إنسان جعل همه الآخرة وبين إنسان آخر جعل همه لإيه؟ الدنيا. وليس معنى أن الإنسان جعل همه الآخرة أنه ينسى دنياه، ولكن هناك كما قلت توازن في حياة المسلم، بأن وهو دائما المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يصلح الله سبحانه وتعالى له دنياه وأن يصلح الله سبحانه وتعالى له إيه؟ آخرته، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أصلح لي ديني، ده هو الأساس، دين الإنسان، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل إيه؟ من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعل قرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.